بينتنا اليوم ضيفي هو الفنان عبد الكريم الشعار. اهلا وسهلا فيك، هيدي تاني مره بستقبلك بام تي في لايف. اهلا وسهلا. كيف صحتك؟ الحمد لله تمام. على طول مناسبه وفرصه حلوه. الله يخليك، يكون عنا نحن فرصتنا حلوه نلتقى فيك على طول. شكرا. تي في يعني من الفنانين الكثير قرب على القلب. طبعا الفنانين بعدين اللي بيغنوا بعد الطرب الاصيل الحلو اللي ما منه كتير بقى موجود، يعني خاصه مش بفتره البوب العربي اللي عم نعيشه حاليا. صح. يعني حتى من زمان كان في البوب وفي الكليب وفي كل شيء، بس كانوا يخترعوا بالسينما يعملوا موضوع ليمرقوا الاغاني فيلم سينما، بس هذا كليب كان ما هو فيلم سينما. عم تحكيني عن الاغاني الطرب والهيدا، يعني الطرب حلو بينظف الراس وبيظبط لك كل جسمك وبتضلك تمام وبتروح اكثر بتسرح اكثر بالطرب. يعني انه الموسيقى المفروض انه تاخذ مداها، مش انه تك 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 خلصت. يعني لا، ما مثل كما عم تعمل شيء حديث مع انسان او عم تعمل موضوع اطروحه، قد ايه بتاخذ معك وقت؟ فهذا المحل اللي احنا عم نتوسع فيه كثير وعم نفوت على محلات، عم نلاقي عجائب يعني بالموسيقى العربيه واللبنانيه كمان. يعني عندك استاذ وديع من اهم ما غنى الاغاني اللي هو يعني ضليع فيها الله يرحمه. بس في مثل موضة معينة انه الاشياء التقليدية او الاشياء بتروح وبترجع بترجع موضة معينة. وين هلا الطرب اذا بدك يعني اكيد الواحد ما بيزق وما بيوقف، ولكن في عودة بركي لهال في عودة لاغاني معينة لشعراء معينين لملحنين؟ شوف هلا انا بوقتها كنت يعني ولد، كانوا مش عم يسمع هيدا، روح اسمع لك شو اسمه مثلا شيء اغاني خفيفه يعني على قدك. شو عم تسمع اغاني عبد الوهاب وام كلثوم وزكريا احمد؟ يعني كان عمري 9 سنين 10 سنين كنت اسمع اغاني يعني اكبر من عمري، بس هذا بتهزني وبتحسسني انه موجود وفي فيها كثير اشياء. يعني كنت كثير تعطيني هالانرجي هيدا، عرفت شو؟ شيء حلو انبسط فيه. فالطرب ما بيروح، بس بده مين يهتم فيه اكثر، عرفت شو؟ نعم. بدل في ناس تغني، يعني خذ لك مثلا في كثير كبار المطربين كانوا يغنوا لبعض بالاول، يعني الغنيه ما كانت مثلا صالح عبد الحي، الشيخ سلامه حجازي، الاستاذ زكي نصيف، انا حكي لي حكايات كثير، قال لي انا كنت غني لمطربين غيري، لسلامه حجازي ولا زكريا احمد، كما انه استاذ فيليمون الله يرحمه كان كثير اصدقاء. كانت علاقه الموسيقى العربيه ببعضها مرتبطه، مثل اللحن لما يعني مثل لما بتلحن كيف بيرتبط الكلام باللحن وبالصوت، هيك كانوا. مش انه هيدا لبناني هيدا مصري هيدا سعودي هيدا يمني هيدا مغربي هيدا خليجي، لا، كانت الأمة العربية كلها باكج واحدة، ما مثل اليوم. صرنا بنشبه يعني الحال اللي احنا موجودين فيها اليوم للأسف. للأسف. لما كنت صغير وتسمع لهالمطربين الكبار ما شجعوك، بس وما شجعوك على الموسيقى بشكل عام كمان، يعني مثل كأنه حربوك شوية أو جربوا يشجعوك تبعد. يعني هلا هي يعني إنه يلي بده يسلك هذا الطريق إنه الموسيقى شو بطعمي خبز وايدي، بتعرف إنه يعني منه ما كتير مستحبة كانت. ونحن لما طلعنا بسنة 73 إنه كان يعني حتى الفنانين الموجودين يعني كانوا موجودين، ما كان يعني إنه الفنان يعني إنه يعني صف تاني أو بس شو بتشتغل بتغني. هيك كان. مين اول حدا قال لك انه صوتك حلو؟ اول حدا صوتي حلو ما بتذكر، بس انا كنت دمدم يعني بيني وبين نفسي بالبيت، انا وماشي اسمع لحن اسمع شيء. حتى مرات يعني كنت حس حالي انه بدي اعمل شيء غير اللي عم بسمعه، جيب جريده غنيه تاك تيك تاك تاك، يعني اي كلام، مهم اني اعمل شيء جديد على قدني انا، انه هاي حفظتها لانه فلان بغنيها او هاي فلان بغنيها. كنت اقرا يعني عكيس ورق شو مكتوب كلام
ارما لايف تاك تيك قول يعني عرفت شو اي شيء خط حدا حاطط ارما اسمه مؤسسه غنيهم انا ماشي بس تصور بس يعني في قدره بالتلحين يعني هون هلا طبعا بدك تضيف ايه اكيد لما انت بتشوف شغله جميله بتقول والله حلو هالخط ليك شو حلو طيب بس كان لو حطينا له هيك شيء انا بجرب بحالي انه والله والله زبط انه ليك شو رايك والله شيء حلو هذا معناتها مش انا ضفت بعتبر حالي انه هو هيك كان بس انا يعني انا اللي ضايف بس ما بخبر حدا نعم. فهي الاضافات الجميله حلوه يعني مشاهدينا خلينا نشوف هل هيك كليب صغير للاستاذ عبد الكريم الشعار عم بيغني فيها واقول يا عين اسعي فين حطيت على القلب ايدي وانا بودع وحيد واقول يا عين واقول يا عين حطيت على القلب ايدي وانا بودع وحيدي واقول يا عين واقول يا عين اسعي فيني واقول يا عين اسعي فيني يا عين اسعي فيني It's time for me.
يا عيني السعيفين وقول يا قد ما تكون بركي يكون الشباب بركي سقفتهم شوي بوب أكتر إنجليزي أوروبي أمريكي بس ما فيك تكون بلا إحساس ما فيك تكون بلا شعور لما تسمع طبعًا. تسمع هيك شيء طبعاً هي تروح تسافر إيه هيدي الجمال فيها إنك بتطلع من محلك أنت يعني يعني الله عطيك إمكانية إنه تروح تسرح بمكان جميل جداً وأنت وقاعد بس أنت بتحس حالك خلص طلعت يعني صرت خفيف وبتسمع كل آلة تسمع أبداً. كل عازف معك صح صح والناس مبسوطين انه عم يسمعوا الجملة الموسيقية صحيحة والمغنى صحيح انه عم يفهم شو عم يقول نغمة في ناس يعني قاعدين لاطيين لك مثل ما بيقولوا وبيكفوا عنك مرات حتى انه عرفت شو فهو التجانس بينك بين الفنان وبين الناس اللي عم تحضروا الجمهور هذا شيء جميل يعني تفاعل هيدا هلا مثلا هذا ما كان بالاول لا بتسكت وبتقعد بتسمع شو قاعد وانا بالصف الناس بتشارك وبتقول الله لكن يعني لكن وبتقول لك انه شو عملت شو كيف عملت هاي النغمه يعني كيف خيطتهم هيدي بقى بتصير انه هاي الموهبه وهذا الابداع ما هو كمان الجمهور بيخليك بيطلع منك الاشياء كمان لما بيحس انك انت بمحل بيساعدك لحتى بنصير سوا يعني نصير كلنا مطربين نصير كلنا مطربين لا لا انه بتحس انه في ناس ليك السمع بهذب يعني حتى لما الواحد بده يقول اه بصير بيقولها صح مش غلط في ناس بحفلات بزقفوا غلط هون بتلاقي كله مظبوط بفوت بالجو شو المحضر للعيد هلا عنا احنا ب 28 تنان يعني بكره عاملين الليلة عيد اللي هي يعني ينعاد عليكم ورمضان كريم إن شاء الله وإن شاء الله بينعاد على كل الأمة ونكون بأحسن حال مش بس لبنان كلنا لحنا كلنا بدنا مين يساعدنا ويطلع فينا ويشيلنا يعني من هالمصايب سؤال يعني الناس أنا بقول الله لا يتخلى عن البشر نعم لأنه ساعة التخلي عم نشوف شو في عم يصير فينا طيارات بتوقع وقصص وشي فايت والمال صار هو اللي مسيطر يعني صار هو هو اللي عم يحكي ما بيصير أنا اللي طبعتك أنا اللي عملتك أنا اللي باخدك أنا اللي بصرفك أنا اللي بجيبك أنا الأهم فلحنا يعني تصور لحنا بلبنان بعدنا ضايعين لهلا معقول كل هاي كمية العقول بلبنان عنا ما حدا عم يعرف يطلع على رئيس الجمهورية ولا هذا خلص بكفي كاد ونكيات ولحنا عالم بدنا نمشي وبدنا نشتغل وبدنا ندل نفسيتنا حلوة وبكفي يعني انه حاجة صحيح ايه فالعالم بده يمشي والاعياد لازم نحسها ما عم نحسها يعني امتى هديك مرة كذا عيد وين ما حدا حس فيهم ليه لانه في ضغط على العقل يعني كان مار شربيل وكان قبله ما فيك بدك تقعد تفكر انه والله هي كنا نحضر لانه والله ليك كذا نهار بدنا نطلع وبدنا نفائص بيض وبدنا يعني انا عايش الجو هذا فكنت تتحضر قبل بشهر يعني عندك برنامج موقت انه في كذا وفي كذا وكان يجوا المرات الاعياد ورا بعضهم شو ننبسط ونشو نكيف صح انه هذا يعني فرصه اطول فرصه اطول واصحاب اكثر وسهر اكثر وننبسط ونروح ونجي يعني ما سمح لنا نعمل بالعيد ما سمح لك تعمل اللي بدك اياه اليوم حتى بالعيد ما عم نقدر نعمل احنا يعني شوف العالم كيف عم تنفرم هاي الامه العربيه كلها بالارض صارت الله يتلطف فينا ونحن اللبنانيين يعني نحن دفعنا اثمان كبيره لازم نتعلم بالموسيقى بتهذب النفس بالكلام الحلو بتريح يعني يعني انا مثلا بدي اقول كلمه صرت عم شوف عم حس انه عم نرجع شرقيه غربيه وهذا شيء عيب 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 انا هلا هون بالنقاش شو فشخه هالحمره فشخه صحيح ايه انه شو ما هو لبنان كله هالقد بدهن يعني انه ما عم بفهم فشخه اذا ما في عجقه اذا ما في عجقه لا اذا في عجقه بتحسه قد نيويورك توصل على الاردن بالطياره وبعدك ما مضبوط انا صارت معي مره رايح على المطار وصلت حدا يعني اصحابي وكذا هو صار بباريس وانا بعدني قلت له بعدني بشكه اصلا وصلت على طرابلس طيب يعني ما عليه ان شاء الله يضل في زحمه وان شاء الله يضل بس بنكون رواق وحب وخلص بكفي حاجه الانسان ما حدا اخذ معه شيء
ما حدا رح ياخد معه شيء، ما حدا رح ياخد شيء بالعكس يترك قد ما حاولنا ما ياخدوا يتركوا. المنيح انك تترك شيء اثار، انه تترك انت عملت كذا ليك هذا عملوا فلان هذا عملوا فلان هذا عملوا، ما بصير للاسف. عبد الكريم شعار والدتك مسيحيه من الكوره، مش هيك عم تحكي انه عايش الاعياد والوقت نفسه؟ لا وبطرابلس حتى، لا ما اقطعك، بطرابلس نحن ما عندنا هال انه ما كنا نسال فلان. انا مثلا عم يحكوا كانوا عن نطلع نخيم، نحن مره طلعنا على برمانا ومره ما احنا على عين عرعر، نزلنا ماشي على بيروت وحاولنا نروح على طرابلس ماشي، حتى كنا اولاد كانت لذه انه جوزيف وإلي وعبد الكريم ومحمد وعلي شو بعمل لك؟ نحن اصحاب. ما بيعني لي الاسم كان انه منوه، الاسم دالة على الشخص، بس مش انه لا انتبه هذا ليك كذا. للاسف للاسف هذا الاستعمار، استعمارونا من داخل يعني، وهذا غلط، نحن منا هيك. مزبوط. خلينا نشوف صور، جبت لنا صور حلوه هيك ترجع نتذكر بعد ال هذا الاستاذ الكبير، استاذنا الاستاذ وديع الصافي. كان في تكريم هون عاملينه استاذ وليد الحسيني بوقتها بعتقد من كورال بيتش، حلوه. هذا عمر خورشد، سامعين فيه عمر خورشد الفنان اللي يعزف جيتار، هيدي كانت كمان ايام هذه ب 73 73 هي السنه اللي اشتركت فيها وربحت فيها الميداليه الذهبيه باستوديو الفن عن فئه الطرب الاصيل. صح صح، هيدي كانت بدايتك يعني بشكل اذا فينا نقول بروفيشنال او معترف فيه. مزبوط مزبوط مزبوط. هيدي الاي يو بي دون جوان، هيدي بال لا مش اي اسامبلي هول بلا اي يو بي. صح، كمان عندنا عاملين كونسرت حلو، هيدي بالقاهره. حبيبه قلبي نضال، كيف قررت تشترك باستوديو الفن؟ يعني كان سهل هالقرار بوقتها؟ هلا لا والله بالصدفه صار، ما سعيت لشيء انا انه لحتى روح وشارك وهذا، لا انا عملت كنت جيران انا وبيت البندلي اصدقاء يعني، وسائبت بالصدفه يعني تعرفنا على روميو لحود وهيك شيء لا عم بسمع موسيقى، انه منين الموسيقى؟ في حدا هسه ناقص من العيله؟ قالوا لا في شاب صديقنا هون بيسمع موسيقى، هيئته بيسمع حلو شيء حلو، جيبوا لنا اياه. هيئته مين؟ خلينا نتعرف عليه. ما كنت بعرفه. نعم. لا لا مرحبا مرحبا عبد الكريم شعر، طلع فيني هيك قال لي شو؟ قال لي هالقد يعني؟ قلت له عم بتسلى، نحن انا ماني لموسيقى، انا بشتغل بالصحراء يعني بايب لاين وكذا. قال طيب، وعزمني وقتها قال لي خلينا نلتقى ببيروت وهيك شيء. فتنا على استوديو على تلفزيون لبنان، كان ما في غيره، عم لقيت موسيقى وكذا، قلت انا حلو ولد يعني شو 18 سنه انه ايه بتفرج شو كيف استوديو تلفزيون، والتلفزيون كان شغله جديده اسود ابيض هيك حشريتي. فتت وشفت وانه قال هذا برنامج للهواة، ليك هودي شو حلوين الصور. تتذكر هيدي وين ماخوذه؟ هيدي بالمناره، كان هيدي باللاس سالينس، كان عندنا اشتغل الوضوح، نوجه له تحياتنا. اوه ليك ليك الاستاذ مطر محمد وين قاعد؟ هذا الفنان الكبير قاعد هوني، اذا بتوقفوا ما بيعجبوا بدك تحملوا على ظهرك. هذا اهم فنان عالم، هذا شارل دي جول بوقت من الاوقات قام عمل له هيك وقدم له وسام لمطر محمد، من اجمل الالحان اللي شاغلها، فوق الخيل، دق يا ربابا، وحدي انا والكاس، لا تساليني ايه العذاب، شغله هذا مطر. يعني تغير، بحكي عن رمضان شوي، كنت عم تقول انه ايه العيد تغير، وبدي ارجع ل رح تقدموا السنه. هلا رمضان انه كان وقعه، قلت لك كنا نحضر يعني، كان نحن نحس بالعيد اكثر. ايه نحس بالعيد، بعدك انت كنت عم تقول انه كنا ننبسط لما نطلع كشافه وكذا، تحس يعني تستعد
مش هلأ مثل هلأ يعني صاير هلأ المشوار مثل الإيميل كيف تبعته ما بتحضر يعني إنه واحد بيفكر شو بده يكتب بتقش بالكيبورد وبتبعت ايه حلو حلو تكنولوجيا بس حلو الإحساس راح منا الإحساس هذا هو يعني ما بقى يعني مثلا يمكن مرات يجيك مكتوب من صديقك بكتابة خطه على الحبر على الورق بحسسك انه هالجمال الخط وهالعلاقة اللي بينك وبينه بعدها موجودة على الايميل ما حتشوفها بتروح يمكن ما تقرأ له اياه كمان ما يفضي لك عندي كتير غيرك ايميلات وكذا وبدي ابحث وفيسبوك حلوة التكنولوجيا بس اذا بنعرف نستخدمها بطريقة منيحة تفيدنا رح نستفيد هلا من التكنولوجيا رح نشوف فيلم تاني لا لك رح نقدر نسوي والله يلا حفلات عم بتقدم اغنيات العمالقة نعم وكل حفلة غنية ايه الغنية بدها تاخد وقتها وبدها شو عم بيطلبوا الجمهور ما هو هلأ مثلا بلتقى بناس يعني انه شو في عنا الشعر اي غنية وقلنا لهم يعني حكينا مرة انه اذا هذا لا تمام هيك تمام صلطين على فرد شغلي وكله تمام لانه هيديك كمان بدها نفس الوقت يعني كانت الالحان لما تنعمل مثلا عندك انساك ده كلام وحب تاني ليه وعمل بحبك ايه
ده مستحيل قلبي يميل وحب يوم غيرك أبدا أبدا أهو ده اللي مش ممكن أبدا. بحبوا يرجعوا ويسمعوا الجملة بطريقة تانية سبحان الله. بس هي شيء حلو يعني عرفت شو الغنية بتحسها انه هيك طريق اوتستراد ماشي برياحتك منك فيه لا زحمة سير ولا شيء فيك تمشي برياحتك وقد ما كانت طويلة بتلاقيها قصيرة. هذا الشيء بركي منفكر انه لانه طرب اصيل تقليدي انه مثل متأيد بشيء ولكن في حرية تامة لتعيد طريقة الغنى وتحس باسلوبك انت و... ما في قيود عندك. ما هو هذا كمان بيجي بالخبرة عرفت كيف انه تلعب مثل ما بتحب يعني ما بيعود عندك هال التقيد انه لا هيدي من هون ما في مفتوحه طرقات مفتوحه وفيك تلعب مثل ما بدك يعني ما بتمشي عكس السير. ما في عكس السير ابدا ما في عكس السير. هلا الحفله القادمه ايمتى وين؟ هلا عندي بمترو المدينه بالحمراء بنيت السر ولا التنين على العيد 28 شهر حنقول الليلة عيد اللي هي حبيبي يسعد أوقاته على اليمال سلطان وبعدين بتقول الليلة عيد ترررر على الدنيا سعيد معروفة يعني الأغاني هيدي هيدي كنا أنا هيدي مثلا يعني العيد كان بالنسبة لي الليلة عيد لأنه على طول الإذاعات العربية كلها أبدا قبل بليلة أنه بكرة العيد بتلاقي كل الإذاعات العربية بلشت عرفت شو الليلة عيد ترررررم عالدنيا سعيد ترررررم حبيبي زي القمر قبل ظهور يحسب المواعيد وكل ما يهل هلاله تنعدل الأعياد والليلة عيد الليلة عالدنيا سعيد الليلة الليلة عيد عيد عالدنيا سعيد الليلة الليلة عيد عالدنيا سعيد عز وتمجيد وانت حبيبي. شكرا ان شاء الله يكون وانت حبيبي عيد مبارك عليك وعلى العيله على لبنان كله. حبيب القلب بناتك اخذوا منك الموسيقى اخذوا كثير اشياء طبعا بس الموسيقى بشكل خاص بركي بشكل لك هالشيء نوع فرح معين او اكيد اكيد اصوات جميله يعني كنا واحد صرنا ثلاثه. لا حلو يعني بنحكي موسيقى بنغني بننكت مرات بنكتب بنعملها مثلا يعني جمله لحنيه بتصير حلوه. فحلو حلو البيت يكون خي فيه ثقافه فيه حريه اكيد في حياه يعني انت الله عطاك كل الجمال وكل المتع ليه بدك تخبيها انه عم بفهم لمين لألك هيدي. فالحياه يعني جميله كثير واصيله كثير مفروض نستفاد منها وقد ما فيك تعطيها تعطيك يعني مثل ما بيقول اعطيه الارض ولا تمننها تعطيك وبتقلك تمنى يعني ما في صح. فكل شيء بالمقابل يعني بدك تعطي حتى يعني الانسان هو وزيته مع زيته اذا ما كان مريح حاله وسعيد من جوا بتلاقيه خلخل وراح من زمان يعني انه انطعج ساعه معه ما بعرف شو ساعه. فانت العلاج في جوا بداخلك مستشفى العادي انت بتظبطها انت بتظبط جسمك بتظبط عقلك بتظبط تفكيرك 100% حبيبي. الفنان عبد الكريم الشعار بمترو المدينه بكره التنين ببيروت ولا قبل بوقت بس بتمنى عليك يعني رمضان كريم ويكون العيد منيح على الكل ان شاء الله بينعاد على الجميع. شكرا على زيارتك على طول حبيب القلب مناسبه حلوه
الله يخليك. يعني احنا المفروض المناسبات الجميله نستفاد منها ونجملها ان شاء الله. انا بتشكرك كثير. ميرسي لحضورك. مشاهدينا بذكركم انه ام تي في والسي سي سي ال عم نقوم بحمله مع بعضنا على عبر تبعتوا اس ام اس على 1105 بتكونوا عم بتساهموا بدولار واحد لل Children Cancer Center of Lebanon. هيك عم نقدر ندفع ونساعد نأمن علاج لهالأطفال يلي بحاجة طبعا لعلاج، ويلي كمان العلاج عم ببرهن انه عم بيكون فعال وعم بيكون في نسبة عالية من هالأطفال عم بيقدروا يصحوا من وراء مساعداتكم. شكرا على هذا الشيء. بتمنى لكم عيد مبارك يا رب على الكل ان شاء الله. ما بعرف وين بدنا نبلش، بس هالمصايب كلها تبعد عنا لانه نحن ما بنستاهل ونحن ما بدنا هالشيء، بس مريت نغرق باشياء بلا طعم ان شاء الله ننتبه عليها اكثر. انا شخصيا برجع بشوفكم هالاربعه. باي باي، هاف ا جريت ويكند.